مجلس وزراء وداعي في بعبدة. في حكومة المصلحة الوطنية مؤتمنين دستورياً على هالوطن بالنيابة عن فخامتك وبالوكالة عن رئاسة الجمهوريين. سليمان في لقاء الإعلاميين عملت ديليت لسنين الرئاسة. عمشيد تستعد لعودة ابنها الرئيس السابق. احتفال في ذكرى المقاومة والتحرير في بيسور يحضره جنبلاط والحاج حسن. نحن في ذكرى وطنية وقومية وإسلامية كبرى. الراعي يستفز في أول وصوله إلى عمان. من جاي لإدانات هوني سيدنا تبقى غير الموضوع. سيدنا أرجوك، أنت فهمتني بالطريقة الخطأ، ليس هذا هو المقصود. في الخاص يحمون الحشيشة كأبنائهم. الوزراء تبعنا والنواب إنه ما بيقبل هن ولد ابنه على أولاده، نحن هاي مثل ولد من أولادنا. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. ترفع بعبدة بصمات الرئيس عن القصر وتتهيأ لاستقبال السيد فراغ. كل ما في البيت رقم واحد يستعد للرحيل. حفلات الوداع بدأت بالإعلاميين وبكلام رئاسي لنهاية عهد يختتم ولايته بالشمع الأحمر بلا تمديد. مجلس الوزراء انعقد وداعياً قبل أن يصبح غداً ولياً فقهياً بالحكم المزدوج، وجسره سوف يمتد على الشغور من الوزارة إلى الرئاسة. لكن هناك من يحشد لفراغ أشد إيلاماً على البيت التشريعي، فالفراغ له فروع أخرى تستعد لغزو المؤسسات وفي طليعتها مجلس النواب، حيث تتحضر قوى 14 من آذار لمقاطعة الجلسات التشريعية ردا على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما بدأ يظهر في تصريحات القادة ومن بينهم الدكتور سمير جعجع. هي ضربة سوف تسدد في وجه الناس ومشاريع الناس ورواتب المساكين وسلاسل الموظفين وقضايا المواطنين المعيشية، ضربة ستقعد مجلس النواب وتدخل الفراغ رقم 2 إلى ساحة النجم بعد قصر بعبدة. هي الكيدية بثوب تشريعي، لكن ماذا لو دفعت هذه المقاطعة مجلس الوزراء إلى الرد بالمثل وتفجير الحكومة من داخلها وتعطيل جلساتها؟ هل من الصعب على فريق أصبح خبيرا بالانسحاب من مجلس الوزراء أن يقلب الطاولة ويضرم النار السياسية فيها؟ في الحروب السياسية المفتوحة سيصبح كل شيء متاحا، تسقط جلسات الحكومة فيهرول المقاطعون من قوى 14 من آذار إلى مجلس النواب من جديد لكونه الملاذ الأخير ولا ساعة مندم، والنهايات بأوقاتها، وإلى حينه فإن عطلة نهاية الأسبوع هي للاحتفالات المتقاطعة من القصر إلى عمشيت، وتتوسطها الأحد ذكرى التحرير 14 بكلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بنت جبيل. تخرق سيرة التحرير والوداع زيارة البطريرك الراعي للقدس التي بدأها أمس صادمة إعلاميا من الأردن عندما انسحب من لقاء على الهواء لمحطة فرنسية وجهت إليه أسئلة اعتبرها في غير محلها، وأكد أنه لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي وأن زيارته رعوية لا سياسية. إذن جلسة وداعية لمجلس الوزراء في قصر بعبدة في تقرير لرامز القاضي. الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كانت أشبه بجلسة وداعية فيها الكثير من البروتوكول والقليل من النقاشات،
حول جدول أعمال من 42 بنداً، الأبرز فيها بند تعيين عمداء الجامعة اللبنانية والأساتذة المتفرغين الذي لم يمر بعد طرح رئيس الحكومة تمام سلام مسألة مجلس الجامعة اللبنانية من دون المتفرغين، فأصر وزير التربية الياس أبو الصعب على عدم الفصل. اليوم بالجلسة تفاجأنا لما طرحنا الموضوع من خارج جدول الأعمال أنه في خلاف على موضوع التفرغ. دولة رئيس مجلس الوزراء اللي أنا بحترمه وبحبه ارتأى أنه بده يمشي بس بمجلس الجامعة وما بده مشروع التفرغ. أنا معترض من أول يوم، أنا حكيت من أول يوم أنه هالموضوعين مرتبطين ببعضهم، وأنا قلته لسبب، أنا قلته لأنه كنت عم حاول أحمي مشروع التفرغ. في ناس أخدوها غلط وفي ناس اعترضوا علي كيف أنا عم بربط المشروعين، فكروا أنه ممكن مشروع التفرغ يمشي أسهل. تبين اليوم أنه مشروع مجلس الجامعة هو اللي بده يمشي ومشروع التفرغ هو اللي بده يوقف. أنا ما حبيت أمشي بمشروع بدون المشروع الآخر. وفي الجلسة كلام لرئيس الحكومة شكر فيه لرئيس الجمهورية دوره طيلة سنوات حكمه وقدم له درعا تقديرية. في حكومة المصلحة الوطنية مؤتمنين دستوريا على هالوطن بالنيابة عن فخامتك وبالوكالة عن رئيس الجمهورية، إن شاء الله نقدر بنفس هالروحية وبنفس هالعطاء اللي بذلناه برفقتك نكمل المشوار لنسلم الأمانة ويكون الوطن بخير وأبنائه بخير وفخامتك. شكرا. أما أبرز عمل قامت به الحكومة في نهاية عهد الرئيس سليمان بحسب وصف وزير الخارجية جبران باسيل هو الاتفاق على سياسة موحدة تجاه النازحين السوريين. تكليف وزير الخارجية والمغتربين السعي من أجل إقامة مخيمات آمنة في سوريا أو في المنطقة الحدودية العازلة بين لبنان وسوريا بالتعاون مع سائر الجهات والهيئات المعنية دولياً إقليمياً ومحلياً. تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتحديد وتنظيم العلاقة مع سائر المنظمات المعنية دولياً إقليمياً ومحلياً واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تدفق أعداد النازحين وتأمين حاجاتهم الملحة، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمع المحلية المضيفة للنازحين. وبعد الجلسة أقام رئيس الجمهورية العشاء الأخير في قصر بعبدة بحضور زوجات الوزراء والسيدة الأولى. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يودع موظفي القصر والإعلاميين ويطلب من وزير العدل وقف السير في طلبات التحقيق التي سبق وحولها إلى وزارات العدل، وشبح الفراغ حجز مكانه في الكرسي الأول. تقرير للزميلة نانسي السبع. قصر بعبدة يستعد فعلا لرئيس لا طعم ولا لون ولا رائحة له، لرئيس سيملأ المكان بالفراغ، لرئيس سجل مع نهاية هذا العهد اسمه في سجل السوابق التاريخية، ففخامة لا أحد يستعد ليتسلم الكرسي الأول بعدما سلمه قبل 6 سنوات. منا مزحة أنه يتعودوا اللبنانيين أنه ما يكون في رأس للدولة اللي هو رئيس لكل المؤسسات، هيدي قصة خطيرة كتير. أنا إلي بالأصل جمهوري 21 سنة، عاصرت 3 رؤساء جمهورية، أو كل مرة كنا نستقبل رئيس كصحفيين ونودع رئيس. أول مرة بيكون الوداع طبيعي، ما في تمديد ما في تجديد. يمكن الرئيس لا ينصف إلا بعد ما يفل على بيته، إن شاء الله يعرفوا ينصفوك بس تصير بكرة ببيتك بعمشيته باليارزة. كإعلامي شو بتقول إنه اليوم نقص مقر من التغطيات رح يكون؟ شغل أقل بس أكيد أكيد نقص مقر أساسي، بس هذا شيء غلط، هذا شيء ما لازم يصير وعيب. مش مهم إذا صار في فراغ، أنا بقول مهم نقدر نجيب رئيس يحافظ على ذات الخط وذات النهج السيادة اللي كان فيه الرئيس سليمان بطيلة عهده. أنا قلي بالقصر إذا بديك آخر 3 أشهر من عهد أمين الشيخ أمين رئيس أمين جميل. اليوم عهد الرئيس سليمان بأول بداية العهد توقعتي ينتهي بهذا الشكل؟ لا،
ما توقعت ينتهي بهيدا الشكل، بس أنا ما بدي أعمل إيلوج لحدا، بس بقدر أقول أنه عهد الرئيس سليمان صدقيني حسيت حالي أنه هيدا رئيس قدر حافظ على لبنان. وحدها السلفي تنافس فخامة الفراغ. إعلاميو القصر الذين يغادرون المقر مع الرئيس يتحدثون عن المستقبل بلغة الماضي، ففي لبنان الفراغ كما التاريخ يعيد نفسه. أنا صار لي بالتلفزيون 21 سنة، بس صار لي بغطي القصر من 15 سنة. دايماً كنا يعني مع كل عهد نتعامل بطريقة حلوة، لأن دايماً الصحفيين ببعدة لهم مكانة حلوة. كيف الأورانج تعاطى مع القصر على 6 سنين؟ صراحة نحن بصوت المدى كتير موضوعيين، وعلى هيدا الأساس بقينا 6 سنين كنا نفصل بين السياسة وبين العمل الإعلامي. اليوم بدو ينقال إنه جايين تتأكدوا إنه انتهى العهد. لا هلا بعد في قديش ساعة هلا رح ينتهي لحاله بلا ما نتأكد نحن لحالنا يعني بالأخير. تعتبر إنه كإعلامي كان صعب من وقت ما صار التباعد أو الخلاف الجذري بين حزب الله وبين الرئاسة، كان صعب عليك تكون معتمد بالقصر بعبدة؟ لا ما في صعوبة، بالأخير في سياسات إعلامية محددة طبعا بتحددها سياسة تحريرية، وأنت إعلامية وبتعرفي بنمشي ضمن هذه الخطوط. بالنتيجة الفراغ بلش من أول جلسة انعقدت وما تم فيها انتخاب رئيس. وفي يوم الوداع خص رئيس الجمهورية موظفي القصر والإعلاميين بكلمة قال فيها: اليوم أشعر بالسعادة لنهاية العهد، مضيفاً: عملت ديليت ل6 سنوات من العمل السياسي. سليمان يغادر مطمئناً إلى حكومة تستطيع إدارة الشغور بأمن وأمان، وإذ ترك الكلام السياسي ليوم الرحيل ختم قائلاً: الدولة تحمي المقاومة، وما فائدة التحرير ما لم يؤدي إلى بناء الدولة. إذن في زحمة الترشيحات المعلنة والمستترة لملء الفراغ، وحده الفراغ تربع رئيساً. تماثيل القصر الرئاسي بلا رؤوس، فلا رأس هنا يعلو فوق الرئيس، ومع نهاية هذا العهد ستبقى التماثيل بلا رأس ولا رئيس. من القصر الرئاسي في بعبدة، نانسي السبع، قناة الجديد. في عمشيت استعداد لاستقبال ابنها الرئيس السابق ميشيل سليمان الأحد، تحقيق لرشا الكرم. جالسة على أريكة في منزلها في عمشيت أدمعت عيون عائلة قائد الجيش الذي أصبح رئيسا للجمهورية. وبعد 6 سنوات بلدة عمشيت لم تتغير، بل تغير لقب ابنها. بسواعدهم الفرعونية حرص هؤلاء العمال بتوجيهات من البلدية على وضع الأعلام اللبنانية على الطرقات ورفع اللافتات المرحبة بعودة فخامته إلى داره يوم الأحد. كنا بالوقت استلم قيادة الجيش ووقت انتخب رئيس جمهورية كان عندنا حرية أكثر، لأنه كنا بساحتنا هون، هذه ساحته يعني ساحة الجيش اللبناني، كانت كتير شعبية وكتير في صخب وخطابات ومين ما بده ينزل ياخد الميكرو وياخد حريته. بس اليوم في احترام البيت يعني داره، الاستقبال بدارة الرئيس راح تكون التحضيرات المرئية يعني كازيني وأعلام وصور ويافطات، يعني هلأ المطبعة عشرات الصور الفلاكس عم تطبع بيعطونا هني العشية، يعني انه راح تفوتي يعني عم شيت شوي الأعلام كلها رح تتوزع وما كان. هيدا الدكان إلك؟ نعم. وهلا عم تعلق الأعلام تمعلقتهم أي متن؟ إيه شو الصدق دي؟ بس معلقين أنا كل مرة. اليوم عم علقهم. أكثر ولا أقل؟ أكثر. ليه؟ كيف هالشيء؟ بنعم شيت. ببلدي. طيب هون حاطين أنتم على أساس صور لفخامة الرئيس رايحة صورة بس. لا بالعكس، بالعكس إن شاء الله نتمنى أن تتجدد. لا حتحطوا صور هلا للاستقبال. أكيد أكيد، مثل ما استقبلناه وقت ننتخب رح نستقبله، رح نودعه زيت الشيء، ما في فرق، والمحبة بعدها هي زيتها من 9 سنين لليوم. رح يكون الاستقبال رسمي شوي يعني قدام بيته، قدام الساعة نحن رح نتجمع 9:30، يعني رح تتجمع عمشيت وتتجمع الجوار. الأحد حتشاركوا باستقبالات الرئيس موني بعمشيت؟ أكيد، مين بدي شارك غير ما هم؟ ايه انتو رجيتوا، انتو احتفلتوا بس طلع رئيس وعم تحتفلوا شو هلا؟ اكيد بدنا نحتفل فيه يعني بمجيته ووقت طلع رئيس. راضيين؟
أكيد راضي إنه رح يجي فكرك رئيس أحسن منه يعني. هول شو هلا؟ هودي اليافطات اللي بدها تتعلق على الطرقة. 12 13 وحدة. هدول معجون. عم شيت عم تتزين. بدنا نستقبل الرئيس. إذا خينا وجارنا وحبيب قلبنا. ده ما في انتقاد للرئيس. بخصوص شو؟ عهده، عهده 6 سنين. عهده 6 سنين. عمل أحسن من غيره بكتير يعني. بكتير وكتر خيره اللي قدر عمل هالقد يعني. عم شيت راضية يعني. عم شيت راضية عنه 100%. هتشارك الأحد؟ 100% بدي شارك. هتعمل شيء زيادة عن زوم يعني؟ قد ما فينا بدنا نعمل وأكتر ما فينا رح نعمل. من الكراسي الخشبية إلى كرسي ذهبي، أحلى شكرا لفخامته من أبناء بلدته. مستندين على رافعة علقت صورة رئيس يغادر قصر بعبدة في الساعات القليلة المقبلة، أما صفحات تاريخه الرئاسي فمن تلقاء نفسها، إما أن ترفعه بنظر غالبية شعبه وإما أن تغلبه صفحات التاريخ فتطويه. رشا الكرم، قناة الجديد. في عيد المقاومة والتحرير، رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط يقول إنها ذكرى وطنية إسلامية كبرى، والوزير حسين الحاج حسن يؤكد على أن الاستحقاق الرئاسي مرتبط بالتوافق. في عيد المقاومة والتحرير أحيت بلدة بيصور قضاء علي المناسبة بحشد جمع أقطاب الطائفة الدرزية إلى جانب حزب الله ممثلا بالوزير حسين الحاج حسن. المجتمع المدني المقاوم منظم الاحتفال اختار هذه البلدة كونها بلدة الشهداء وتضم بين أبنائها أول جريح لجبهة المقاومة الوطنية وعددا من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال لا سيما معتقل الأنصار. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط رفض الدخول في المواضيع السياسية. ذكرى وطنية وقومية وإسلامية كبرى في نفس السياق، السياق البياني من محطة الكبرى اللي هي إسقاط 17 أيار إلى السياق البياني اللي هو تحرير الجنوب في 25 أيار، نفس السياق النضال الوطني والعربي والإسلامي والقومي، نفس السياق. ما عم نحكي هلأ تفاصيل لبنانية، هذا نفس السياق الأكبر وهذا أهم شيء. مع الوزير في اليوم مذكرات توقيف وغير من المذكرات القضائية السورية، ما نضيع وهج المناسبة بتفاصيل لبنانية صغيرة. الوزير الحاج حسن المكرم في بلدة الشهداء شدد على أن الوحدة الوطنية هي القوة الأساس لصمود المقاومة وانتصارها، داعيا إلى نسيان الحرب الأهلية ومأسيها وتدعيم وحدة اللبنانيين. بغض النظر كيف ومتى يتم الاستحقاق الرئاسي، وهذا الاستحقاق سوف يتم بالتوافق، ونحن محكومين بالتوافق اللبنانيين، معنيون بأن نحافظ على الاستقرار في كل تفاصيله السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، لأن اللبنانيين كما ذكر الأستاذ الذي تحدث قبلي لديهم مشاغل وضغوط كبيرة في كل المستويات. نحن ندعو ونلتزم جميعا بأن نكون محافظين على الاستقرار بكل مفاعيله وبكل تجلياته وبالوحدة الوطنية، حفاظا على إنجازاتنا جميعا وإنجازات دماء شهدائنا منذ سنوات طويلة في لائحة قافلة الشهداء الطويلة، وصولا إلى التحرير وإلى انتصار 2006 وصولا إلى اليوم. أتمنى أن تكون هذا اللقاء بداية لقاءات متعددة في الجبل، بداية حوارات في الجبل طبعا لإزالة كل ما حصل، لأنه هذا الجبل هو القلب بين الضاحية والبقاع، والجنوب هو القلب وسيبقى كذلك ونتمنى أن يبقى كذلك، وهذا الأمر يجب أن نعززه، لأن هذا الجبل سيكون هو قلب المقاومة والدعم للمقاومة، وهذا الجبل لم يكن يوما خياره إلا خيار المقاومة. كل الذين قاوموا منذ بدأت إسرائيل تهدد الجنوب وتقصف الجنوب وترهب أهل الجنوب، كانت الأحزاب الوطنية والقومية تراكم نضالا فوق نضال وتقدم شهداء تلو الشهداء، إلى أن جاءت المقاومة الإسلامية وحققت نصرا هو نصر فريد في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي،
لأننا حررنا أرضنا دون أن ندفع أي ثمن إلا دماء الشهداء. ممثل النائب طلال أرسلان سليم حمادي تحدث عن ثقافة المقاومة التي باتت راسخة وعن أهمية أبعاد التحرير الذي جمع كل الأطراف السياسية اللبنانية. منسق المجتمع المدني المقاوم نسيب الشامي أكد في كلمته أن عيد المقاومة والتحرير أعطى الحرية والاستقلال والعزة للبنان وأعطى الحق لشعبه بتقرير مصيره، كما كانت قصيدة للشاعر طارق النصر الدين. باسل العريضي، قناة الجديد. وفي بعقلين أقام الحزب التقدمي الاشتراكي احتفالا تكريميا للوزير السابق محسن دلول وطارق شاب في قاعة المكتبة الوطنية بحضور النائب وليد جملاط. المحتفى بهما دلول وشاب عددا المحطات النضالية إلى جانب الشهيد كمال جملاط، ومن ثم مع وليد جملاط ومسيرتهما الحزبية والمهام التي أنيطت بهما، شاكرين مبادرة جملاط على لفتته في التكريم. ثم قدم النائب جملاط إلى دلول وشاب ميداليتين تقديريتين عليهما صورة كمال جملاط، وألقى كلمة أشار فيها إلى تاريخه الطويل وذكرياته الشخصية والسياسية مع أبي نزار. سوريا التي نعرفها بالأمس ذهبت ولن تعود. العالم العربي الذي عرفتموه جمال عبد الناصر وغير جمال عبد الناصر والعروبة انتهى، يندثر. سوريا تندثر أيضاً. هنا ليس الخطاب وليست هذه الكلمة كلمة تكريم لندخل في تفاصيل الحرب السورية الأهلية، لكن المؤامرة كبرى. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يقطع مقابلة على الهواء. قطع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مقابلة تلفزيونية كان يجريها معه الصحفي ميشيل الكيك على محطة فرانس 24 عقب وصول الراعي إلى عمان في طريقه لزيارة الأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة. في خلال الحوار أكد الراعي أنه لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي وأن الزيارة ذات جوانب رعوية لا سياسية، لكن الأسئلة عن تفاعلات الزيارة أثارت استياءه فقال: أنا هو البطريرك اليوم وقراراتي مني شخصيا، أنا لست مشترك بأي شخص آخر، أنا البطريرك اليوم وهذا قراري أنا اليوم. البطريرك أكد أيضا أنه كمواطن استأذن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام للقيام بالزيارة طالبا تغيير موضوع النقاش، ثم ما لبث أن نزع الميكروفون ورفض الرد على مزيد من الأسئلة. أنا في هذا الموضوع أنا كفى هذا الموضوع إذا شئت. طيب أنا أتوقف عن هذا الموضوع. لا لا أنت لا تريد أن تفهم. لا 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 أفهم تماما، لكن أتحدث عن جدلية. أنا أشاب بما فيه الكفاية. طيب حسن فيه الكفاية أرجوك غير الموضوع. سأغير الموضوع، لكن أدخل تحديدا إلى 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 إلى, إلى العلاقة هنا. أنا من جاي إلى إيدينا هون سيدنا من جاي إلى إيدينا هون سيدنا. طيب أغير الموضوع سيدنا أرجوك، إذا أنت فهمتني بالطريقة الخطأ، ليس هذا هو المقصود. شرعوا الحشيشة نتخلى عن سلاحنا، تحقيق للزميلة يمنى فواز. هم ليسوا عصابة ولا مجرمين يهوون الخطف والقتل، هؤلاء هم الطفار، طفار البقاع، طفار من أجل لقمة العيش. شو كيفنا؟ تمام. شو عم تعملوا اليوم هون؟ شو عم تعملوا؟ عشية. ايه. شو؟ عم نحرس حشيشاتنا. لازم دايما يكون معنا سلاح حد الحشيش. اكيد اكيد. لانه بنفزع من دورية مخابرات، من دورية قوى امنية، انه ما يجوا ما ياخذونا بغادرة بس. معقولة تقوس عليهم؟ ايه ممكن. صوروا صوروا. هاي دورية المخابرات. ولا بتعنينا. هونك مثل ما هلا عم نشوف نحن بحقول الحشيشه، وبذات الوقت عم يقطع عدد من الجيش يعني قدام هيدي الحقول بيوقفوا، بس بعدين كملوا. احتمال يحصل شيء واحتمال لا. الصوره النمطيه، مزارعو حشيشه ولا يفارقهم سلاحهم، وتدججهم بالسلاح ليس عن عبث ولا هوايه، انما هو لحراسه حقولهم بحسب قولهم. هلا انتم الشباب يعني كل يوم هلا شو بتعملوا؟ نحن بنحمي الزرعات تبعنا إذا حدا شرف وإجا. كم مذكرة توقف عليه؟ مذكرة واحدة تخمة. شو؟
مخدرة. نحن هلأ عم نسأل كل شاب من الموجودين هون، لهن أكيد كلهم من البقاع، مش كلهم من البقاع، إذا مطلوبين أو لا. لحد هلأ معظمهم مطلوبين، بس حنكمل نشوف البقية. زراعة وإطلاق نار بس. بس هالقد؟ زراعة. هل كل أهل البقاع مطلوبين أو لا؟ أنتوا اللي بتسألوا. 70% من البقاع مطلوب. كم مذكرة التوقيف عليه؟ ما بعرف، 4-5-6. أنه الناس اليوم ليه بدأت تتعاطف معكم؟ أنه أنتوا ناكل نحن. عم نركض بالسال نزرع حشيشة لحتى ناكل، ما عنا بدل. يعني الناس مستفيدين بعملية التلف من الدولة ومعروفين، بدون يتلفوها ليستفيدوا. هلا المزارع ناطر ليطلع موسم ليستفيد، وفي ناس ناطرة ليجي موسم التلف ليستفيدوا كمان، يستفيدوا بمصاري. ديل ما يجوا يتلفوا أرزاق الناس يروحوا يشوفوا معامل الحب، اللي معامل الحب عند أكبر مسؤولين بالدولة وشخصيات بارزة بلبنان، وبدو نسمي بسمي. نتنقل على عدة سهول بقلب البقاع. هلأ نحن بسهل إيعاد، وكمان معنا مزارعين كمان مهتمين أنه تكون الحشيشة قانونية. طبعا، لأنه نحن ما عنا بديل غير هالزراعة. منترحم أول شيء على الرئيس شمعون. الرئيس شمعون كان يقولنا زراعه بس بعده عن الترعات العامة، كان يجي يتصيد فيها بين الحشيشة. الطاير هلا من وقت انفقت الحشيشه، الطاير ما عاد اجى لعنا، ما عاد شفناه نهائيا الطاير. والسواح اللي كانوا يجوا يعني شو كان يجي اكثر من هلا 100 مره. كان يجي سواح لعندكم على البقاع؟ طبعا، كانت اغلب الاجانب كانت تيجي لهون، تيجي لاجل شتت الحشيشه. تحترق هون كيف؟ عودوا علينا شايفه، طلع المزرعه ترجي، ها؟ خلا تصور الكاميرا شوفوا كيف كله يبس وراح، طيب هذا المزارع حرام هلا شو بده يعمل؟ يعني لم بدو عيش يعني هذا. يعني أنتوا قبل استبدلتوا حقول الحشيش بقمح، صحيح؟ إيه أكيد، صحيح صحيح. عشبة طبيعية ربنا خلقها، لا أني ولا أنت. بس الدولة تسمح أنه تكون الحشيشة قانونية من بطن نشوف مثلا مثل هيدا سلاح؟ إيه إيه أكيد، مثل هيدا سلاح. ما بيعد لنا في شغل، ما بيعد لنا في شغل، ما بيعد لنا في شغل نهائيا هيدا سلاح. بس نحن هلا حملينه حميين عن رزق أولادنا وعن أهلنا وعن أطفالنا. الوزراء تبعنا والنواب انه ما بيقبل هن ولد يقرب له على اولاده هون، نحن هاي مثل ولد من اولادنا، واللي بيقرب عليها هاي بدنا نعمله، اللي بيقرب عليها هاي هاي بدنا نكتب كيف. معادلة الحشيش في مقابل سلاح لا يستعملونه الا حين الاعتداء على ارضهم وحقولهم التي تمثل حياتهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، وهم لا حاجة بهم الى السلاح ان شرعت زراعتهم من القنب الهندي. بعد الفاصل، حمار سيجر هزيمة العدو. أهلا بكم من جديد. المرجع الدستوري إدمون رزق يرى أن لبنان في الوقت الراهن أمام حال تفريغ متعمد للرئاسة، فمن يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية؟ تقرير خاص للزميلة دارين دعبوس. ساعات قليلة تفصلنا عن موعد 25 من أيار، ومع اقترابنا من لحظة انقضاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ومغادرته القصر الجمهوري، يعيش اللبنانيون هاجس شغور المنصب المسيحي الأول في لبنان، لاسيما أن لا مؤشرات ولا بوادر حلحلة تلوح في الأفق حتى الساعة. وأمام هذه الصورة القاتمة يميز إدمون رزق، الذي كان يوماً وزيراً للعدل وأحد المشاركين في اتفاقية الطائف، بين خلو سدة الرئاسة والإخلاء المتعمد. التعمد في تفريغ رئاسة الجمهورية يجعلنا في الحالة المنصوصة في الفقرية العاشرة من مقدمة الدستور التي تقول لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. يعني بمجرد ما أنه صار في تعمد لتفريغ رئاسة الجمهورية فقدت السلطة كلها شرعيتها. ما حدا فيه يدعي أنه له صلاحية غيره، لأنه هذا استيلاء على الصلاحية، هذا انتحال صفة. نحن دخلنا بدوامة انقلابية على التحديد. يعني في الحالة الانقلابية بيعلق الدستور، ومع هذا ما حدا بيعود له حق يقول أنا عم بحكم بموجب الدستور. ويبدي المرجع الدستوري غضبه مما يصفه بضرب عملية الشرعية كلها. الجمهورية معرضة للخطر، نحن النظام يعني طفى يعني بهب الريح، وما في ضمانة أبدا، ما في ضمانة
للنظام اللبناني ولا للجمهورية اللبنانية. يجب البدء بانتخاب رئيس جمهورية فورا ويكون مؤهلا، مش تسوية. درءا لهذا الواقع على رئيس الجمهورية بآخر لحظة قبل 25 أن يدعو مجلس الوزراء ويطلب إعلان حالة طوارئ، يعني تسليم الجيش أمن الجمهورية. وينتقد رزق الخفة في تعاطي موضوع انتخاب الرئيس، ويشدد على وجوب التمسك بوثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً، وبالتالي على هيكلية الجمهورية. دارين دعبوس، قناة الجديد. أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل موعداً للمثول الأول للمتهمين في القضية المقاومة ضد شركة أخبار بيروت ورئيس تحرير صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين بحسب ما حدده القاضي الناظر في قضايا التحقير بالمحكمة الدولية. وأشارت المحكمة الدولية في بيان لها إلى أن الأمين والمؤسسة الإعلامية الأخبار متهمين أمام المحكمة الخاصة بلبنان بجرم التحقير لقيامهما عن علم وقصد بعرقلة سير العدالة، لافتة إلى أنه كان من المقرر أن يجري المثول الأول للمتهمين في 13 أيار الحالي، إلا أن الموعد أرجئ بناء على طلب الأمين الذي طلب وقتا إضافيا لاختيار محام له. وأضاف البيان أنه يجوز للمتهمين أن يقررا إما أن يحضرا شخصيا إلى مقر المحكمة، وإما أن يمثلا مثولهما الأول عبر نظام المؤتمرات المتلفزة شرط أن يحضر محام الدفاع شخصيا. وأشارت المحكمة إلى أن جلسات المحكمة ستكون مفتوحة للجمهور، ويجوز للقاضي أن يقرر في أثنائها أن يحولها إلى جلسات سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. الوزير حناوي يلتقي المدير التنفيذي لشركة سما حسن الزين الناقلة لمباريات كأس العالم في لبنان، الذي نفى أن يكون تلفزيون لبنان صاحب الحق في نقل المباريات. في متابعة لمسار المفاوضات القائمة بين الجهات اللبنانية وتلك القطرية في شأن استحصال تلفزيون لبنان على حق نقل مباريات كأس العالم، التقى وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي المدير التنفيذي لشركة سما حسن الزين الناقل لمباريات كأس العالم في لبنان والشرق الأوسط وشمالية أفريقيا، وذلك بموجب الحقوق الممنوحة لها من قبل الاتحاد العالمي لكرة القدم فيفا عبر الكيبل. ونحن حصري، وما زلنا بنقول نحن ومصرين نحن موزعين حصريين عبر الكيبل في لبنان، وهذا الكلام ثابت وما بيتغير. وبعتقد نحن خرجنا عن صمتنا من كم يوم، لأنه نحن ما بنحب بس مجرد نلاعب الناس إنه مرة هيك ومرة هيك. نحن ما بدنا نشوش صورة الحقيقة، بدنا الحقيقة توصل للناس، لأن الناس بدها تعرف الحقيقة. ما فيها كمان آخر وقت تحس حالها ممكن ما تحضر المونديال. تلفزيون لبنان نحن عنا كلام نهائي وقطعي، سمعناه امبارح قبل امبارح ليلا كنا بقطر، وكان كلام صريح وواضح انه هيدا الكلام ما في منه اللي عم يتصرح فيه بلبنان. أما في مبنى تلفزيون لبنان، التقى رئيس مجلس إدارة القناة طلال مقدسي وفدا من مجلس إدارة اتحاد كابلات لبنان بمواكبة تقنية لاحتمال نقل التلفزيون مباريات كأس العالم. جينا حتى لنشوف كيف نحن وياهم أي شيء مطلوب منا حين بث هذا الأمر عبر تلفزيون لبنان، شو المطلوب منا أنه نحن كيف بدنا نعمل نركب نمشي عملية التقنية، كيف بدنا نوصل الإشارة إلى كامل المشاهدين اللبنانيين، واللي هي محلولة ومبتوتة بالأساس. بس ولكن إذا في بعد إمكانية ربط تاني وتالت من شان ما يكون في أي خلل فني بحال صار في أي شيء، إن كان على البث الفضائي ولا على البث الأرضي، اللي نحن بنتوقعه اللي نحن بنتوقع أنه دائما عادة مثل الموسم الماضي بيكون البث هو بث أرضي ولا يكون بث فضائي. الاتحاد أكد جاهزيته التقنية في انتظار نجاح المفاوضات. في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، الصيداويون يدمرون دبابة ميركافا. لن تمر ذكرى عيد المقاومة والتحرير بشكل تقليدي في عاصمة الجنوب هذا العام، حيث سيتم تظهير هزيمة العدو الإسرائيلي وإبراز هزيمة فخر الصناعة العسكرية الصهيونية دبابة الميركافا 4 التي لطالما تباهت بها المؤسسة العسكرية الصهيونية كرمز لانتصارات الكيان الغاصب وكعلامة مسجلة لعدوانيته. فعلى مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة انهمك فريق من أكثر من 25 عضوا من الحزب الديمقراطي الشعبي
عمال وحرفيون وحدادون ونجارون وطلاب وقياديون من الحزب لإنجاز الخرائط التصميمية للدبابة مستعيناً بالوثائق. يعني اشتغلنا على التفاصيل بدقية جداً، فكيف؟ وطلعنا نفس التفاصيل الموجودة بالمرقافة الحقيقية. يعني إذا بتطلع بالمرقافة اللي اشتغلنا فيها، فكيف؟ نفس التفاصيل المرقافة رقم 4، الوئيسات نفس الطول نفس العرض نفس الارتفاع، حركة برجة مدفعة عيار مدفعة، فكيف؟ حتى التفاصيل كلها إذا بتطلع فيها بتشوفها ما بتعرفها أنه هيدي تصنيع حزب الديمقراطي الشعبي. وإنجاز هذا العمل الضخم هو بالنسبة للقيمين عليه دحض لأسطورة الجيش الذي لا يقهر. نحن حنهينا أكثر لهذه الدبابة وللصناعة الإسرائيلية بشكل عام، حنجر بحمار حشا أدركن، وبالتالي هذه حتفتل صيدا شوارع صيدا، وهي الشوارع هيدي بدها تمر إن قدام العمليات المقاومة الوطنية اللبنانية اللي صارت بصيدا، وحيقوموا عليها الجماهير، حيخبطوها بالبطاطا بالبيض بصرامي حشا أدركن، وبدها نعمل لها صوت انفجار وبده يحترق من برجة. جولة الهزيمة ستنتهي عند ساحة الشهداء، حيث يقيم الحزب احتفالاً يتخلله مشهد فني يجسد فيه دور أبطال انتفاضة شعبية ومسلحة بوجه الدبابة وطاقمها. قافلة ثانية من المساعدات إلى بلدة الطفيل الحدودية. قافلة المساعدات الثانية إلى بلدة الطفيل الحدودية أطلقتها دار الإفتاء في بعلبك الهرمل بمواكبة أمنية مشددة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. الشيخ بكر رفاعي أثنى على مساعدة أبناء المنطقة والاستجابة التي أبداها وزير الداخلية لإتمام المهمة. وصلنا إلى بلدة الطفيل مع كافة المساعدات التي تحتاجها البلدة، وهذه المساعدات مكونة من مواد غذائية، من مواد تنظيف، من فرن، من مادة الطحين، من أدوات يحتاجها المستوصف، إضافة إلى بعض الخيام، وهناك طبيب مقيم دائم إن شاء الله هنا. ومع عودة بعض النازحين إلى بلدتهم، أكد مدير أحد المدارس في عرسال استكمال العام الدراسي بعد خروج اللاجئين من مبنى المدرسة. عطلنا فترة 20 يوم عن المدرسة بسبب كانوا النازحين ساكنين بالمدرسة، ومن تاريخ 28 الشهر 28/4 الحمد لله جبنا لهم خيام وطلعوا برات المدرسة، وعم نكمل على العام الدراسي على ما يرام، وما كان أضربوا بلبنان نحن ما أضربنا لحتى نعوض عليهم الأيام اللي راحت، والأمور بألف خير الحمد لله. الامتحانات كيف حيلحقوا الامتحانات؟ طبعا الامتحانات لأنه هلأ طلعت المذكرة لستي حزيران إذا الله راد، مددوها ست أيام، وبإذن الله يعني بنعملوا الامتحانات والمنهاج بنكمله على الآخر. قافلة المساعدات الثانية للطفيل تعد 9 شاحنات من المساعدات، إضافة إلى سيارة عائدة إلى الصليب الأحمر أقلت لبنانيين وسوريين كانوا قد نزحوا أو نقلوا إلى مستشفيات البقاع الغربي. بعد الفاصل، قصف يستهدف تجمعا انتخابيا في درعا. أهلا بكم من جديد. زيارة البابا فرانسيس للقدس المحتلة تبدأ اليوم من الأردن. الزيارة لن تكون دينية وحسب، وجدول أعمال البابا يؤكد ذلك. في الذكرى 50 للقاء البابا بولس السادس والبطريرك أتناغوراس في القدس المحتلة، يعود البابا فرانسيس إليها. هو البابا الثالث الذي يزور الأرض المقدسة المحتلة بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الفاتيكان وإسرائيل عام 93. في الشق اللوجستي يصل البابا يوم السبت إلى مطار الملك علياء الدولي في عمان، وعلى جدوله لقاء الملك عبد الله الثاني والمسؤولين الأردنيين وقداس إلهي في استاد عمان الدولي، ومن بعده زيارة موقع المعمودية في بيت عنيا عبر الأردن ولقاء اللاجئين والشباب ذوي الحاجات الخاصة. زيارة البابا تعني لنا الكثير من الشرق الأوسط وليس فقط للأردن، حتى نحن في لبنان قررنا المجيء للصلاة مع البابا ومع كل الشرق الأوسط. بالعالم العربي يشوفنا يشوف همومنا، إن شاء الله هيك يحل السلام كل العالم وبسوريا. وبنتمنى أمل خير من زيارة البابا، وبنتمنى نشوفه عن قرب ويحس بمشاكلنا وأوجاعنا. أما بالنسبة للوضع إنه سوريا تتحسن أو تزبط، هذا بنتمنى هيك، بس نحن بنتمنى أنه نسافر بصراحة لأنه حاجتنا تشرد.
ولكن الزيارة لن تكون دينية بحتة، وأن أصر البابا على ذلك. فقد أعلن أمين سر الفاتيكان أن للزيارة طابعا سياسيا، فهناك سيشدد البابا على حق إسرائيل في الوجود والعيش بسلام وأمن داخل حدودها. سياسية الزيارة تؤكدها الأحداث الأخيرة، فهي تأتي بينما تجد إسرائيل نفسها وسط عزلة دولية متزايدة، فالوساطة الأمريكية للسلام أخفقت، والاحتجاج الدولي على السياسة الاستيطانية يتصاعد، والعلاقات المسيحية اليهودية ليست على ما يرام. هنا وفي كل فلسطين نحن معزولون عن القدس، لا يسمح لنا بزيارة الأماكن المقدسة، وهذه مشكلة حرية دينية. وعلى برنامج البابا الفلسطيني لقاء السلطات الفلسطينية، ومن ثم قداس في كنيسة المهد، وزيارة لمخيمات اللاجئين في الدهيشة. ثم يغادر البابا إلى تل أبيب، وهناك يلتقي بطريرك القسطنطينية المسكوني ويزور مفتي القدس، ثم يزور الحائط الغربي في القدس الذي يسميه الإسرائيليون حائط المبكى، ويضع الورد على جبل هرتزل، ويزور الحاخامين الأكبرين لإسرائيل. يوم الاثنين يزور البابا الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء قبل أن يتوجه إلى مطار بن غوريون الدولي عائدا إلى روما. تؤمن إسرائيل للبابا أقصى درجات الحماية، تبعد المتطرفين الرافضين للزيارة خوفا من هجماتهم، فيما تعول على انفتاح الفاتيكان في عهده تثبيتا لشرعية احتلالها. مسلحو المعارضة السورية يقصفون تجمعا انتخابيا مؤيد للرئيس بشار الأسد في درعا، والمعارك تتواصل حول سجن حلب المركزي بعد تحريره. في هجوم هو الأول من نوعه على تجمع انتخابي في سوريا، قتل وجرح العشرات في قصف لمقاتلي المعارضة على تجمع انتخابي مؤيدا للرئيس السوري بشار الأسد في مدينة درعا جنوبية سوريا. ويأتي الهجوم إثر استهداف كتيبة إسلامية بقذيفة هاون خيمة انتخابية في حي المطار بمدينة درعا. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الهجوم هو الأول على تجمع انتخابي مؤيد للنظام، ويشكل رسالة واضحة من المقاتلين إلى النظام، مفادها أنه ما من منطقة آمنة تستطيع أن تنظم فيها انتخابات رئاسية، وذلك قبل أسبوعين على موعدها. وفي درعا أيضا استهدف الطيران الحربي والمروحي بالبراميل المتفجرة حي طريق السد وأحياء درعا البلد، تزامنا مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد. ويواصل الجيش السوري عملياته لتحرير مدينة نوى الاستراتيجية بريف درعا الغربي ومحاصرة المسلحين فيها وقطع خطوط إمدادهم. بعد تقدم قواتنا المسلحة في مدينة نوى، حاولت العصابة الإجرامية المسلحة الفرار إلى مدينة جاسم، فوقعت بأحد كماننا المحكم، مما أدى القضاء على هذه العصابة المسلحة ومصادرة كافة أسلحتها. وجل الجيش الحمد لله، إن شاء الله أن برجعنا الأمور يعني المجال لوضعه الطبيعي. وفي حلب تتواصل المعارك في محيط سجن حلب المركزي عقب فك الجيش السوري الحصار عليه، وتدور الاشتباكات في منطقة البريج وتلة الشيخ يوسف وفي محيط فرع الاستخبارات الجوية، وسط قصف عنيف بالبراميل المتفجرة على أحياء بعيدين وهنانو والجندول ومحيط الحندرات والمدينة الصناعية، إضافة إلى الليرمون والقاطرجي وقاضي عسكر. وفي دمشق قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن قوات النظام نفذت غارات جوية على حي جوبر شرقي العاصمة دمشق. وفي ريف دمشق أيضا شمل قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مدن وبلدات المليحة ودارية والزبداني ومناطق عدة في الغوطة الشرقية. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت سبت 24 أيار 2014، ونبدأ بالنهار. يوم الوداع فجر الفراغ، رئيس الأركان الروسي لا يستبعد تدخلا عسكريا غربيا في سوريا، البابا فرانسيس في الأردن اليوم يشهد لمعاناة الشرق الأوسط، بوتين سيعترف بنتائج الانتخابات الأوكرانية، وانفصاليو الشرق يكثفون هجماتهم.
ننتقل إلى السفير وفيها سليمان. من الفراغ إلى الفراغ، استنفار في غرفة عمليات أنطاكيا، خطة لمنع تقدم الجيش السوري في حلب. التحرير 14 وطن هويته مقاومة. في الأخبار لهذا اليوم، عبد من العدم إلى الفراغ، التطبيع الديني. أما في الأنوار، حفلات الوداع في قصر بعبدة، الراعي في الأردن لاستقبال البابا، قائد الجيش نشارك اللبنانيين تطلعاتهم بانتخاب رئيس للجمهورية، المعارضة غارات بغاز الكلار على منطقة حماة، عشرات القتلى في العراق. ننتقل إلى عناوين الديار. سليمان يغادر بعبدة اليوم باحتفال وداعي. لست خائفا على لبنان، مواقف تصعيدية لـ 8 و14 أذار الاثنين، ونصر الله يتحدث في احتفال التحرير غدا. خلافات أجلت تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية، والراعي انسحب من لقاء تلفزيوني. ماذا جرى في منطقة علي، ولماذا عرض الاشتراكي إقامة مهرجان للتحرير؟ مندوب بيروت في التعليم الأساسي لمقاطعة الامتحانات. في المستقبل لهذا اليوم، نواب 14 أذار لجلسة حتى منتصف الليل، والتغيير نحو أداء حكومي يعبر عن الأزمة وداعا فخامة الرئيس. أكثر من 3000 من حرس الرئاسة الفلسطينية لتأمين الزيارة. الفاتيكان، جولة البابا لها طابع سياسي أيضا. أما أبرز ما جاء في البناء لهذا اليوم، سليمان في اليوم 2192 يخرج من القصر ويعترف أن حاضره يخجل من ماضيه. الراعي يبدأ الساعة 0 تحت الاحتلال في عيد التحرير. المقاومة في 14 تدخل الجولان. موسكو وبكين تجددان رفضهما التدخل في الشؤون السورية. الجعفري، المشروع الفرنسي اختبار للمشروع البريطاني المقبل. بالانتقال إلى اللواء، المشهد الجديد، الحكومة تقوم مقام الرئيس. سليمان يغادر بعبد اليوم بخلاف مع حزب الله، ونواب 14 آذار للاعتصام في البرلمان. رسالة دموية للنظام، لا مكان آمن للانتخابات، الكونغرس يصوت لتسليح المعارضة، ورئيس الأركان الروسي يتخوف من عملية عسكرية. في عناوين البلد، سليمان ينهي ولايته اليوم، لبنان بلا رئيس. لافروف، نرفض التدخل الخارجي في سوريا. إيران ترد النووي لتطبيق مدني. أما في عناوين الجمهورية، لبنان بلا رئيس غدا. حرب يخفض الأسعار ويتوعد بعدم التجديد للشركتين عفوا. وننتقل من الجمهورية إلى الحياة، وفيها سليمان عشية مغادرته قصر بعبدة، المقاومة لا تتضرر من نشوء الدولة، وهدف التحرير التحرر من عبودية الزعيم. واشنطن وباريس تشجعان على إيجاد بديل للأقطاب الموارنة الأربعاء. اجتماع وزاري خليجي لبحث الخلافات مع قطر. أمريكا وأوروبا تتخوفان من وصول ليبيا إلى مفترق طرق. أخيرا مع الشرق الأوسط، لن ننسى مواقف خادم الحرمين كبير العرب والسعودية، أولى محطات أمن الخليج من أمن مصر، ولن نسمح بالمساس به. المشير السيسي للشرق الأوسط، ليبيا بحاجة إلى خريطة طريق، جعجع مستمر في ترشحه، والجميع في انتظار من يبلغ عون أنه لن يكون رئيسا. منتصف الليل، سليمان إلى منزله ولبنان إلى الفراغ. القوى الغربية تدعو إلى انتقال سياسي بلا عنف في ليبيا. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. كان في النشرة مجلس وزراء وداعي في بعبدة. في حكومة المصلحة الوطنية مؤتمنين دستوريا على هالوطن بالنيابة عن فخامتك وبالوكالة عن رئيس الجمهوريين. سليمان في لقاء الإعلاميين، عملت ديليت لسنين الرئاسة. عمشيد تستعد لعودة ابنها الرئيس السابق. احتفال في ذكرى المقاومة والتحرير في بيصور يحضره جملاط والحاج حسن. نحن في ذكرى وطنية وقومية وإسلامية كبرى. الراعي يستفز في أول وصوله إلى عمان. من جاي لإدانات هوني سيدنا؟ طيب أغير الموضوع. سيدنا أرجوك، أنت فهمتني بالطريقة الخطأ، ليس هذا هو المقصود.
وكان في الخاص يحمون الحشيشة كأبنائهم. الوزارة تبعنا والنواب إنه ما بيقبل هني ولد يقربنوا على أولادهم، نحن هاي مثل ولد من أولادنا. ختام نشرتنا الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.